ست بيضات مفصولين الصفار عن البياض، وزبدة وسكر بني، وشوكولاتة السبريد اللي هي اللي بالبندق، وشوكولاتة تانية غامقة، وتكون هنسيحهم كلهم مع بعض، وبيكنج باودر، وبندق مفروم خشن، وبندق مفروم ناعم، الزبدة والسكر، وهنحط الشوكولاتة الدارك بتاعتنا، والشوكولاتة اللي هي معجون الشوكولاتة بالبندق. هنبتدي نضرب بياض البيض بتاعنا. هحط صفار البيض واحدة واحدة يعني بالتدريج. ناخد الباقي كده. البندق بتاعي المفروم ناعم برضو هحطه على مرحلتين. اول مرحلة ممكن تقلبيها عادي عشان تفكي بس الخليط. والصينية انا عاملاها بزبدة وعاملاها بالكاكاو بدل الدقيق. طبعا احنا بنعمل كده في كل الكيكات الشوكولاتة. هحط الخليط بتاعي كده خلاص، وهجيب السكر قصدي البندق الخشن هحطه فوق الوش كده بالمنظر ده، وهدخلها فرن 180 لمدة نص ساعة تقريباً.